أي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. بيتك هو كنيستك الأولى. يلا قولي وراي. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي. يا رب يا يسوع اقبل صلاتي. بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. النهاردة بيشرفنا أن وجود أبونا داود لامعي معنا من كنيسة ماري مرقص كليوباترا. أهلا بأنسك يا أبونا. أهلا بك. إحنا مبسوطين خالص أن أنسك معنا النهاردة يا أبونا. تعيش. أبونا إحنا حلقة النهاردة هي خدمة الشباب في المهجر, فنحب نعرف من أنسك. إحنا بنلاحظ أن الشباب في سن 15 سنة بيبتدوا أنهم يبعدوا عن الكنيسة. نحب نعرف من قدسك ايه تفسيرك للوضع ده. هي ظاهرة, حكاية ان الشباب يبعد للأسف يعني ظاهرة في مصر وفي المهجر. انه ممكن نلاقي عدد الولاد في مدارس الأحد في حضانة وابتدائي كبير, ينزل نصهم في اعدادي, ينزل للربع في ثانوي. ف يعني تفسيري الحقيقة ثلاث حاجات. اول عامل انه البيت ما ربطش الولاد كفاية في مرحلة الطفولة. لو الاب والام ركزوا قوي ان الاطفال يرتبطوا بالكنيسة زيادة ويحبوا الالحان والولد يقف شماس ويبقى في اب اعتراف من سن ابتدائي ويدخلوا الاكتيفيتيز كلها بقى المسرحية والكورال والملعب, فتبقى حياته في الكنيسة صعب يبعد. إنما لما يكون ارتباطه يعني ضعيف لازم مش هيكمل. العامل الثاني في اعتقادي هو التيارات أو الإغراءات. الحقيقة في المهجر بالذات الإغراءات والتحديات كتير قوي. فالفساد سهل والصداقة الشريرة كتيرة والمجتمع جزء كبير منه ما يعرفش ربنا. العامل الثالث ما نقدرش ننكر انه احيانا يكون في كنايسنا ما فيش تطور في الخدمة او ما فيش النشاط اللي يجذب الشباب. يعني احيانا يبقى الفصل ممل او الولاد بيقولوا كده وتبقى الترتيلة بطيئة ويبقى الخادم مش يعني مش مالي عينيهم. فطبعا الحاجات دي تخلي الشاب زهقان عاوز حاجة تملى دماغه. فالبيت له دور والكنيسة ليها دور والدنيا ليها دور. أظن دول أسباب أن الشباب شوية بيبعد للأسف بعد سن ابتدائي. طب تأثير البيت يا أتسابونا, يعني أتساك بتقول التربية أو الأب والأم ما بيخلوش ما بيغرسوش الطفل في الكنيسة قوي. طب إزاي إن هم يبتدوا إن هم ينموا؟ أيوة, لو كنت حضرتك بتتكلمي عن المهجر بالذات, للأسف بيوت كثيرة الأب والأم لما جم هنا أو في أستراليا أو كندا أو غيره بقت التحدي الأولاني أنه يفتح البيت وأنه يجيب فلوس. فتركيزه أن أولاده يفضلوا في الكنيسة أو يخافوا ربنا ما بقاش أولوية. أحيانا كمان نفس الكبار الأب والأم ينجرفوا مع تيارات المجتمع الغربي أو ينبهروا زيادة, فده يبعدهم هم كمان عن الكنيسة, فبالتالي تركيزهم على أولادهم بيقل. كمان ساعات تكون عيوب في الشخصيات وساعات العيوب دي تبقى ملمومة في مصر, إنما لما يطلعوا في المهجر العيب يبان أكتر. يعني أب متسلط زيادة أو عنيف زيادة أو يعني الأوفر بروتكشن اللي هو الحماية الزيادة دي من أي من الطرفين أو صراع الزوجين نفسه. ساعات الأب والأم ما يكونوش متفاهمين, ده ينعكس سلبا على الأولاد حتى لو في طفولتهم كانوا جوه الكنيسة. بعد كده الصراع ده بيتعبهم نفسيا وبيخليهم يبعدوا أحيانا عن ربنا وعن كل حاجة صح.
فأكيد البيت له تأثير، والمفروض إنه الآباء يركزوا في الحتة دي. حتى وتسمونا لو الطفل رضيع، في ساعات بنقول لا الطفل مش حاسس. لا، الطفل بيحس وهو في بطن أمه كمان، يحس إذا كانت مامته أعصابها هادية ولا مامته أعصابها مضطربة، والرضيع يحس لأنه الصوت نفسه والحدة بتاعت الصوت تخليه يطلع عصبي لو هو رضيع. ولو البيت هادي ومامته فيها سلام وبيت دافي بالمحبة، يطلع طبعا طفل سوي ويطلع شاب حلو. فكل الأعمار بتتأثر بالحاجات. طب والأنشطة يا بتسابونا، قدسك برضو كلمتنا على الأنشطة، بس إزاي نغرس الأولاد ونحببهم في الأنشطة في الكنيسة علشان ما يسيبوش الكنيسة؟ شوف، الأنشطة يعني لازم نبتكر. يعني مثلا موضوع مهرجان الكرازة عمل نهضة حلوة في الشباب، لكن عاوزين كل شوية أفكار جديدة تستوعب طاقات الشباب. أنا بتصور أنه حكاية أن الولاد يقعدوا فصل مدرسة دي يعني بقت موضة قديمة. صحيح محتاجين نعلم طبعا ولادنا، لكن إذا كان الشاب 14 سنة مش قادر يقعد على بعضه ساعة، طب ما أنا لازم أعمل له نظم بديلة، أشكال جديدة، أعمل له مثلا رياضة وجوه الرياضة في موضوع روحي، نعمل مسابقات، نعمل خدمة يعملوها هم الشباب الصغير. يعني أتصور لازم عندنا أفكار وقوالب جديدة تستوعب الشباب. يعني مثلا فكرة الكشافة فكرة ناجحة لأنها جابت شباب كتير وساعات يحبوها أكتر من مدارس الأهل، بس لازم تبقى الكشافة فيها خط روحي برضو. يعني وإحنا بنعمل أي نشاط مش مفروض ننسى أن إحنا غرضنا خلاص نفوسهم برضو وارتباطهم بالكنيسة. لكن الأسلوب القديم بتاع التلقين والمادة الدسمة والكلام الكتير والوعظ المباشر وإنه يفضل قاعد كده مكتف إليه ساعة، الطريقة دي طبعا مش مناسبة أبدا للشباب. طب يا تسابونا، والإغراءات قدسك قلت بيبقى في إغراءات كتير هنا في أمريكا، طب إزاي نحن نتحدى للإغراءات ديت أو نقرب الولاد ونخليهم يبعدوا عن الإغراءات دي؟ شوفي، الإغراءات كتير، يعني أقول ثلاثة منهم دايما شغلني: إغراء الدراجز الإدمان، وإغراء الجنس البورنو بالذات اللي هي الجنس المرئي ده اللي هو على الشاشات أو على الكمبيوتر، والإغراء الثالث يعني العلاقات الخطأ، الصداقات الردية والكلام ده. فالثلاث خطوط دول يخوفوا طبعا، ولازم نبقى واعيين ليهم من بدري. والوعي يجي للكبار وللشباب، يعني الخادم واعي والأب والأم واعيين، والشاب قبل ما يدخل المرحلة دي يتوعى. يعني مش عيب ان انا اكلم طفل 10 سنين ايه هي الدراجز وايه خطورتها، عشان مش بعد ما يقع ابتدي عالجه، الوقاية خير من العلاج. ومش عيب ان انا اكلم طفل صغير عن الديتنج يعني والعلاقات بين البنات والولاد، ويبقى فاهم الحدود وعارف الصح من الغلط، ما ينبهرش بقى ان اصحابه مصاحبين والكلام ده، يبقى فاهم الدنيا من بدري. برضو لازم اوعيه ايه خطورة انه يشوف منظر وحش والمنظر يتخزن في دماغه ويقلب كيانه ويضيع سلامه ويضيع صلاته وممكن يضيع ابديته، وازاي يحارب الكلام ده. As early as we can، لو ابتدينا نوعي هنحمي الولاد. طبعا بقى لو البيت كمان واعي والخادم واعي، كل ده يقلل جدا الخسائر. بالظبط يا تسابونا، يعني في ساعات بنسمع من خدام الكنيسة بيقولوا لا مش مفروض نكلم الولاد في المواضيع دي، بس لو احنا ما كلمناهمش فيها هيسمعوها من بره. مزبوط. وهي دي الحاجات اللي هتبقى صحيحة بالنسبة لهم. يعني طبعا احنا ساعات ندفن راسنا في الطين لما نقعد نقول عيب الكلام ده وما نقولش الكلام ده، طب ما هما في المدرسة وفي الشارع وقدام التلفزيون هيسمع ويشوف. لا، لازم اكون واعي واكلمه في جيله ومشاكله. طب يا تسابونا، ايه اهم مبادئ التربية يعني في نظر قدسك؟ يعني انا بتصور التربية دايما ثلاث مبادئ كبيرة حتى في المهجر او غير مهجر. اول مبدأ مهم القدوة. لو الاب والام بيحبوا ربنا وناس بيخافوا ربنا، عندهم مثاليات،
محبة وسلام وطول أناة ووداعة واحترام وحكمة. 90% العيال بتطلع كويس لمجرد أنه شايفين الموديل ده، أب كويس وأم كويس. فأول مبدأ في التربية قبل ما أصلح ولادي أصلح نفسي. ده ربنا يسوع له كل المجد قال من أجلهم أقدس أنا ذاتي. طبعا ربنا يسوع قدوس، لكن يعني عاوز يعلمنا من أجلهم. طيب يعني لو الواحد مش مركز مع نفسه، طب عشان خاطر اللي ورا منه. تاني مبدأ في التربية مهم، الحوار. لأن احنا كشرقيين شوية نميل إلى لغة العسكرية ساعات في التربية، غلط صح اعمل ما تعملش روح تعالى وهي كده. طبعا الكلام ده ما ينفعش مع الولاد دلوقتي خالص. كل ما كان الأب والأم أصحاب عيالهم وبيحكوا بيتحكوا تفهموا، كل ما قلت المشاكل جدا. ثالث مبدأ في التربية مهم، التأديب، ديسيبلين. أنه لازم البيت يبقى له قواعد، ولازم الطفل من دول يبقى عارف عواقب أي خطأ، فمش بيتفاجئ بغضب أبوه أو هيجان أمه، لا، في عواقب معروفة لو ما عملش كده هيحصل كده. وده نظام ربنا. الكتاب بيقول أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. ربنا ينذر الأول قبل ما يأدب. فلو حطينا الثلاث قواعد دول قدامنا، القدوة، الحوار، التأديب، وبالترتيب ده أظن أولادنا ممكن يطلعوا أحسن حاجة. لأنه إحنا عادة ننط على التأديب على طول، مش عاوزين نتعب مع نفسنا ومش عاوزين نتعب في الحوار. إحنا عايزينهم يطلعوا زي ما إحنا عايزين، عاوزين نزعق ونشخط ونمشيهم بالعصاية ونريح دماغنا. طبعا ده أسلوب فاشل. يعني برضو في التأديب في أباء وأمهات يعني بالذات مع البلاد هنا يقولوا خلاص بقى كل الدنيا بتعمل كده نسيبهم يعملوا كده. يعني ايه؟ ما بيشدوش. في آية بتقول من يمنع عصاه يمقت ابنه. يعني اللي ما يأدبش ولاده كأنه بيكره ولاده. فما ينفعش ان انا اسيب عيالي يعملوا زي ما الناس بتعمل وخلاص. انا لازم انذر وبعدين أدب وقت اللزوم كمان. القدوة والحوار والتأديب. في ناس يتسابون لما يجوا هنا يقول لك الحاجات اللي انا كنت محروم منها عايز اديها كلها لاولادي، فما يقولش لابنه لا على حاجه خالص. مظبوط. فيطلع الطفل مدلل. مظبوط كده. طبعا ده اسلوب خطا، وخطا منتشر ان الواحد يعني لانه محروم يعوض في اولاده وهو مش واخد باله انه بيفسدهم. لان التدليل او الحاجه السهله الشاب ما يحسش بقيمتها. صح. انما لما يعرف ان القرش ابوه تعبان فيه وأنه كل حاجة لها تمنها برضو ياخد باله من مسؤولياته. طب يتسابون احنا دلوقتي كنا بنتكلم على الأطفال والشباب ككل، طب ايه اقتراحات قدسك عن التطور الخدمة بتاعت الشباب، ان احنا نحاول بقى نخليهم كل النيدز بتاعتهم الاحتياجات بتاعتهم نوفرها لهم ككنيسة ونجيبهم؟ شوفي طبعا الكنائس عاملة الحقيقة مجهود رائع، وخدام الشباب كتر خيرهم بيتعبوا، وفي أباء روحيين متميزين كهنة يعني مركزين قوي مع الشباب. لكن عاوزين نفضل ايه نزود كل مدى افكار جديدة وصور جديدة. يعني من الحاجات اللي بلاحظ انها بنكحة الندوات العامة، لما الشباب يقعدوا مجموعة كبيرة ويتكلم حد متميز يعني خادم تالنتد شوية، غير لما يقعدوا 7-8 في أوضة مع خادم نص نص. هما برضو بيحبوا اللمة ويحبوا إيه الكاريزما اللي هي الجاذبية دي أو الإبهار ده. الحاجة التانية لازم نخاطبهم في مشاكلهم، حتى لو 3/4 كلامنا خاص بأمورهم ما فيهاش حاجة. يعني إحنا ساعات ندي حشو، نبقى عاوزينهم يحفظوا طقس وعقيدة وإنجيله. طبعا ده مفيد، بس هو أساسا في وادي تاني خالص، فمش عاوز يسمع، فهيمشي ويسيبني. فأنا الأفضل أكلمه في الصداقة وفي الرياضة وفي الكمبيوتر وفي مشاكله مع أهله وفي الطموح وفي كل ما يشغله، لكن من غير ما أسيب طبعا الحاجات التانية. بس ممكن تبقى كميتها مش ضخمة، فتبقى القعدة برضو إيه محتملة بالنسبة له.
برضو الخدمة في الأول وفي الآخر خادم. يعني لو الولاد اتعلقوا بالخادم بتاعهم أو البنات شافوا في الميز بتاعتهم إنسانة روحية تحبهم، لما يتعلقوا بالخدام بتوعهم بيرتبطوا بالكنيسة أيا كان الخادم ده هيقدم لهم إيه. بس إحنا عندنا مشكلة هنا، وتسابونا يقولوا لنا ما تطلعوش مع أولادكم زي مصر عشان الولاد هترتبط بيكوا ارتباط شديد وينسوا ربنا ويرتبطوا بالخدام. بصراحة احنا مش لقينا يلي يرتبطوا بحد بالخدام، يعني احنا ما عدناش خايفين من ارتباطهم بالخدام، احنا خايفين من ارتباطهم بالعالم. فلو ارتبطوا بخادم كويس، اصل الخادم الكويس هيعرف يفطمهم في مرحلة. لو هو بيحب ربنا فعلا مش هيحتمل يبقوا متعلقين به هو بس. شوف يوحنا المعمدان يقول ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. فهتيجي مرحلة هيحصل فطام هادي كده ويرتبطوا بالكنيسة وبربنا، يفضل الخادم غالي عليهم بس مش كل حاجة. فهو برضو في الأول وفي الآخر هي خادم، والخادم اللي بيحب عياله هيبتكر وهيسمع لهم وهيجري معاهم وهيسهر معاهم وهيتابعهم على النت وهيتابعهم بالشاتنج هيعمل اي حاجه عشان يجيب ولادهم. طب يا سابونا، هل في اختلافات بين الشباب في مصر والشباب في المهجر؟ الشباب هم الشباب، يعني الحقيقه في مصر طبعا كل التكنولوجيا موجوده دلوقتي، يعني اي شاب في مصر اظنه يعني بنفس الدرجه وما كانش اكتر من الشاب اللي في امريكا على النت والفيسبوك والحاجات دي. انما طبيعة المجتمع مختلفة شوية، تحديات مختلفة، لكن الشباب هم الشباب. يعني الشاب المتدين في أمريكا في مصر حاجة جميلة جدا، نور للعالم. والشاب المدلع هنا ولا هناك متعب، والشاب البعيد عن الكنيسة هو برضو نفس النوع. لكن يجوز الشباب في مصر، يعني أنا بتكلم على جموع الشباب، يعني مش ما عندهمش نفس الإغراءات قوي اللي في الشارع هنا أو في المدرسة أو في الكلية. يعني صار عندهم تحديات تانية، لكن هنا يمكن الإغراءات والتحديات أصعب سن. بس ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل مكان في شباب قديسين وفي ولاد حلوين زي يوسف العفيف، مهما كانت الظروف أتقياء وأنقياء. فالواحد بيفرح بالشباب في كل حتة. لما نروح كنايس وبمهجر ونلاقيهم حافظين التسبيحة كلها قبطي وإنجليش، ونلاقيهم بيصلوا الإجبية وبيعملوا مطانيات وحبوا القداس، وخدام منهم بيبقوا يعني فدائيين في الخدمة، حاجة حلوة. بس الكنيسة ذات نفسها وتسابونا ليها دور مختلف عن الكنيسة في مصر. يعني الكنيسة في المهجر بيبقى لها دور مش عايزة أقول أصعب أو أسهل، بس مختلف على حسب الحضارة اللي هي موجودة فيها. الكنيسة بالنسبة لنا حياتنا حتى في مصر، يعني بتملى كل احتياجاتنا، بنلاقي فيها الأبوة ونلاقي الأمومة ونلاقي الأخوة بتاعت الناس، ونحط فيها مشاكلنا، مكان للصلاة ومكان للشركة مع الناس، والواحد يلاقي فيها مواهبه ويستثمر طاقاته. فيمكن في المهجر أوضح من كده، إن هم عشان أقباط بيتحاموا في بعض كمان جوه الكنيسة. فبالنسبة لهم الكنيسة مش مجرد كنيسة، دي الكنيسة بلس مصر كلها كمان. فالكنيسة بقت بالنسبة لهم بلدهم كمان، كل حاجة. فلما بيجوا يوم الحد نفسيا في شعور كده كأنه رجع مصر تاني ولو نص يوم. لكن وطبعا ده يحمل مسؤولية أكبر على الكنيسة، إنها في الآخر الكنيسة قبل ما تكون كاهن هي شعب وشمامسة وخدام. فالمفروض الكل يتكاتف ان تطلع احلى حاجة، افكار جديدة وانشطة جديدة وانطلاق كده وتركيز على الشباب. يعني انا الحقيقة من الحاجات اللي ساعات معلش اقول رأيي فيها بالرغم ان انا مش عايش هنا، انا بتصور انه من حق ولاد المهجر انه يصلوا بلغتهم. فلما يجي الراجل يعني كبير في السن يبقى مصر القداس يتصلى بالعربي والإجبية في الكنيسة بالعربي، ده كأنه بيقول لحفيده أو ابنه خلاص أنت مالكش مكان في الكنيسة، يا إما تتعلم عربي. وطبعا ده صعب، وطبعا أو تتعلم عربي دي قضية مش عملية برضو، مش في كل المكالات يعني. فعاوز أقول الاعتدال كويس،
لكن بصراحة نميل لصف الشباب والأجيال اللي طلع. إذا كنا عاوزين نحافظ عليهم إحنا نيجي على الكبير ما نجيش على الصغير. محتاجين كبير نقول له أنت شبعت بكنيستك 50-60 سنة، دلوقتي اشبع، اعمل أنت مجهود وركز في الإنجليش على قد ما تقدر، لكن ولادنا دول أغلى حاجة عندنا وهم الكنيسة بكرة. فلازم كلنا يبقى عندنا نفس القلب ده، مش كل واحد بيفكر في مزاجه ونفسه يقول له الداس اللي على مزاجي. لازم نفكر الأجيال دي طالعة محتاجة إيه، الشباب دول محتاجين رعاية خاصة. مظبوط، من كل الأطراف. احنا بنشكر قدسك جدا جدا النهارده يا قدس ابونا، وبجد استمتعت، مش عايزه الحلقه تخلص. تعيش. بوجود قدسك وبكلامك الجميل، واكيد اعزائي المشاهدين كمان انتوا استمتعتوا معانا بحلقه والكلام المفيد اللي قدس ابونا قاله لنا. نتمنى ان احنا نسمع الكلام ده ونعمل بيه وناخده كتوعيه لينا ولولادنا وازاي نربي ولادنا. وان شاء الله هنتلاقى مع قدس ابونا داوود في حلقات قادمه ان شاء الله. وبنشكركم وبنشكر حسن متابعتكم. شكرا لكم. وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، بيتك هو كنيستك الأولى. يلا قولي وراي، يا رب يا يسوع اقبل صلاتي، يا رب يا يسوع اقبل صلاتي.